الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا. مرحب بشادي ملاك اللي بقدم لنا أغنية حكايات النسيان. مرحبا شادي. هلا حبيبي. مبروك الأغنية الجديدة. الله يسعدك. حكي لنا شوية تفاصيل عن هالأغنية، عم نسمعها موجودة معنا كمان بالسباق، عم تتقدم من أسبوع لأسبوع. حكي لنا مين كتب الكلمات، عن شو الموضوع؟ الصراحة الأغنية ما كانش ليش مخطط له بالمرة، كنت قاعد عند صديق لإلي وخيه بيكتب كلام، يعني كلام حلو. قلت له انه حابب اعمل غناية، يعني ما كنتش متوقع انه في السرعة راح اعملها. يعني قررنا هيك نجرب نكتب كلام، كتب لي كلام اسمه الشاعر وائل الحلبي بالتالي. والحان مين الاغنية؟ ايه الحان معين الشاب. معين الشاب اللي وزع لك اياها كمان. ايه حلو. هالكلام بيحكيك يعني بيعبر عنك؟ طلع كل غناية الواحد بيعملها لازم يكون يحس فيها، ولما الواحد يعطي احساس لازم يكون يحس في الكلمة، والغناية كثير بتعمل. يعني اخترت هاللون اللي هيك رومانسي، بتشوف انه هذا اللون الناس بتحبه؟ لون الرومانسي كثير حلو، وبحس حالي قريب له، مع اني بقدر اغني كثير الوان، ما دائما بحب لما اصدر غناية يعني تكون رومانسيه. بس ان شاء الله لقدام خلص بدنا كمان نعمل كم غناية غير رومانسي، ايقاعيات شوي ها فيهن فرح. حلو. صورت لها الاغنيه فيديو كليب شادي؟ عملته في استوديو. ليش مش فيديو كليب مصور؟ حبينا نغير شوي. أخوي أصداء حلوة؟ قديش في مشاهدات؟ شو عم بيقولوا لك؟ شو ردة الفعل على الأغنية والكليب؟ الكل قال لي إنه الأغنية حلوة وعجبتهم وهيك، بس لازم بعد شوية مشاهدات ولازم نشد شوي عشان تنجح الأغنية بعد وأكثر. حلو. هاي مش أول أغنية خاصة لإلك شادي ملاك صح؟ لا. حكي لنا شوي عن الأغاني اللي قدمتها قبل. في عندي أول أغنية أصدرتها بكلمات ستيف سعدة بعنوان بطلت تحني. أيوه. ألحان تركية، عملت لها فيديو كليب ونجحت الغناية. وفي إلك كمان أغنية بس مش لإلك بس، كمان جابت مشاهدات عالية صحيح؟ جابت صارت مليون واسمها ما بتخلى، تقريبا مليون ومية وإشي. لمين هاي الأغنية؟ الأغنية أنا سجلتها استحليتها، وما كانش صاحب الغناية كاتب اسمه كمان يعني وسجلتها والحمد لله نجحت. يعني صارت لإلك؟ صارتش لإلي، في كيلو الشخص اللي غناه هو هاي له، اما الحمد لله نجحت. يعني نجحت معك. حلو. شادي انت بتدرس موسيقى؟ صراحة بلشت ادرس في جامعة القدس ووقفت. ليش وقفت؟ ما عجبك الجو هناك ولا؟ لا كثير عجبني، بس هيك كان عندي هيك شوي فترة ضغط وهيك، وعشان المسابقة اللي فت فيها والتهيت عن الجامعة شوي، ولما اجيت بدي ارجع انجبرت انه لازم اعيد كل الكورسات. مهم الانسان يدرس فن، اللي بحب الفن صح؟ طبعا الفن هو غذاء للروح، ولازم الواحد يكون يعرف يسمع اغاني، والفن هو كل شيء في الدنيا. طيب. الفن عالم هيك بيبدا ما فيش له نهايه. حلو. ولا حدود ها؟ احكي لنا شوي عن مشاركتك في برنامج سمعنا صوتك اللي كان قبل كم من شهر، شاركت انت وصلت لمرحله مهمه. وصلت للنهائية. كيف كان البرنامج؟ كيف كانت مشاركتك؟ كانت مشاركة وتجربة حلوة كثير. تعرفت على ناس جديدة. ما ربحت بس بالنهاية؟ ما ربحتش. لا لا. أي مرتبة وصلت؟ وصلنا آخر حلقة، ظلينا أنا ومحمود بكري وحميد محسن. دركت له لحميد؟ يعني إيه طبعا دركت له. كنت متوقع أنه أنت تربح؟ الصراحة مش عارف يعني. طب. كنا إحنا آخر إشي ثلاثة، يعني كلنا قوايا. كنا برأيك الثلاثة فزتوا ها؟ أنه وصلتوا لهالمرحلة. إيه. هل راح تشارك بكمان برامج لاكتشاف المواهب؟ الصراحة في عندي نية إنه يطلع عرض ايدل. راح تسجل؟ راح تحقق هذا الحلم؟ الله رات الشهر 10 في تسجيل وبدي أروح سجل. وشو بتتوقع؟ يقبلوك؟ إن شاء الله. إيه. إن شاء الله. بالنجاح. عندي قدرة اللي أنا بقدر أهل العرب أيضا. بتقدر تتنافس مع أصوات مهمة بالعالم العربي بتقولها. إيه. طيب بالنجاح. شادي ملاك انبسطنا بالحديث معك، بتحب تحكي كلمة للمستمعين اللي عم بيسمعونا؟ بسمع أغنيتك معنا بالسباق. بشكر كل واحد بدعمني وبحب يسمع صوتي باسمي، يعني بحب قولكم إنه رح دائما ننزل أعمال جديدة وظلني فاجئكم في أعمال جديدة. أنت من آسف يا شادي ولا من دالة الكرمل؟ من آسف يا. أهلا وسهلا بشادي ملاك، وانبسطنا بالحديث معك اليوم بفن فنانينا. إلى اللقاء. باي باي. اللي حبيتك أنا
قلبي مثل زهرة نيسان مليان حب وحنان، وبلحظة الحلم انطفى رح كون أنا عم برسم طريق الهنا. رح يجي اليوم تندم وتقول يا حب رجع، وقتها رح كون أنا عم برسم طريق الهنا. اندم وروحي لبعيد، خلي غروري يعبي مطرح الحب اللي بلحظة محا. اندم وروحي لبعيد، خلي غروري يعبي مطرح الحب اللي بلحظة محا.